اهتزت بغداد قبل لحظات على خبر مقتل المؤثر المشهور نور بيام في منطقة المنصورة في بغداد. الحادثة استنفرت العناصر الأمنية التي هرعت إلى عين المكان ووجدت نور مرمية وسط الشارع، ولم يتم لحد الساعة القبض على الجاني الذي لاذ بالفرار. عرف الشاب نور بارتداء ملابس النساء والتشبه بهن ومشاركة مقاطع الفيديو مع متابعيه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.